كمل أخبارنا. والنهاردة المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها النهائي بحل حزب الحرية والعدالة الزراع السياسي لجماعة الإخوان ومصادرة جميع ممتلكاته وأمواله للدولة. وقبلت المحكمة طلب لجنة شؤون الأحزاب اللي بيترأسها المستشار أنور الجبري الطلب الخاص بحل الحزب. والأجهزة الأمنية من ناحيتها قامت بالتحفظ على مقر حزب الحرية والعدالة بميدان لازغلي. هيئة مفوضية ودي الدولة كان سبب وأصدرت تقرير ليها وأوصت في المحكمة أنه يتم إصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب وإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011 اللي تضمن اختار مقدم من محمد سعد الكتتني رئيس الحزب اللي هو كان رئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل حزب الحرية والعدالة.